تشيع جثماني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية في العاصمة الإيرانية طهران. شهداء وجرحى ودمار في منازل المواطنين جراء قصف إسرائيلي مكثف على غزة في اليوم 300 من العدوان. إصابة طفل بانفجار قذيفة حوثية بعد ساعات من إصابة آخر برصاص قناص الميليشيا شمالي الضالع. والولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على 6 أفراد وشركات سهلت شراء أسلحة لميليشيا الحوثية. واحدة من يمن شباب، أهلا بكم. البداية من الشأن الفلسطيني، إذ جرى في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الخميس مراسيم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية ومرافقيه. مراسيم التشييع بدأت في جامعة طهران، ثم صلى المشيعون على جثمان هانية، وتجمع المشيعين يحملون صور الشهيد وأعلاما فلسطينية وسط العاصمة. وأمس أعلنت حماس عن إقامة مراسيم تشييع رسمية وشعبية لهانية في طهران، ثم نقل جثمانه إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقام صلاة الجنازة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة، حيث سيدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل. يعد القائد إسماعيل هانية من أبرز القادة وأكبر السياسيين في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وشهدت حياته الكثير من محطات أساليب مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل عن حياة الشهيد هانية في هذا التقرير. إلى ذلك، أدانت الجمهورية اليمنية بشدة جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هانية، داعية المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤوليته لمنع جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أعرب عن إدانتها الشديدة لجريمة اغتيال هانية في العاصمة الإيرانية طهران، وجدد البيان التأكيد على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمنع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، والتنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في غزة. وصباح أمس أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس استشهاد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هانية في عملية اغتيال بغارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران.
القائد الفلسطيني الكبير إسماعيل هنية حاولت إسرائيل اغتياله عدة مرات ولم تستطع، ثم مارست عليه قتلا معنويا باغتيال عدد من أبنائه وأحفاده ليكتوي حزنا، وفجرت بيته كذلك لكنه بقي صامدا كالطود الشامخ. المزيد في التقرير التالي. عجز الاحتلال عن أن يمس القيادة العسكرية للقسام، فعاد لأعمال الخسة التي عاهدها التاريخ فيهم، فشلت أيديهم. يفتش الاحتلال منذ ما يقارب العام عن نصر ولو هامشيا، فلا يجد أمامه سوى المدنيين وآخرهم السياسي هنية. نحن قوم نعشق الموت كما يعشق أعداؤنا الحياة، قالها هنية بإيمان مزروع في روحه، وظل يسعى ليسمو نحو خالقه حتى التحق بالرفيق الأعلى بعدما يربو على 60 عاما في خدمة الأمة، قاضيا ليله ونهاره في سبيلها. لطالما كان شعاره الاستشهاد، والتحق بأحفاده وأبنائه وقبلهم قيادته كالرنتيسي والقسام والياسين. هي إذن جبهة واحدة بين السماء والأرض في وجه أكبر إفساد أرضي عرفه التاريخ، وما هنية سوى يد استعملها الله حتى أشرعت نافذة أجله. حاولت إسرائيل اغتياله عدة مرات ولم تستطع، ثم مارست عليه قتلا معنويا باغتيال عدد من أبنائه وأحفاده ليكتوي حزنا، فجرت بيته كذلك لكنه بقي صامدا كالطود الشامخ. ذلك أن الألم الذي تعايش معه منذ مخيم الشاطئ كان أكثر مرارة، فأنتج منه قائدا عملاقا. تلك هي الأرض المباركة وأولئك هم قادتها، عاشوا لغاية سامية وماتوا لأجلها. جذورهم تحت الأرض أضعاف ما فوقها، ورحيلهم يعني حياة نضرة عند مليك مقتدر. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في القطاع لليوم 300 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي وارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي. وأفاد مراسلنا أن 6 مواطنين استشهدوا في استهداف سيارة مدنية على مدخل مخيم المغازي وسط القطاع، كما قصف الاحتلال المناطق الغربية من النصيرات ومحيط الأنصار والميناء وتل الهوى غربية مدينة غزة وشرقية مدينة خان يونس. وبالتزامن تعرضت الأجزاء الشرقية لمخيم البريج والمغازي وسط قطاع غزة لقصف مدفعي، وأغارت طائرات الاحتلال على أرض زراعية في محيط مدخل الزوايدة على شارع صلاح الدين. في الأراضي المحتلة أصيب 5 فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين قرب منطقة وادي رحال جنوبية مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. مصادر فلسطينية قالت إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مواطنين في أرضهم بمنطقة خلة النحلة وأطلقوا صوبهم الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين. كما هاجم عدد من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال منازل الفلسطينيين جنوب شرقية قرية قصرة في مدينة نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل صوت والغاز السام المسيل للدموع حسب المصادر. عفى والد الطفلة حنين البكري عن قاتل ابنته اليوم الخميس في آخر لحظات من تنفيذ حكم الإعدام في العاصمة المؤقتة عدن بعد وساطات حثيثة لإقناعه بالعفو عنه. وقال شهود عيان اليمن شباب إن إبراهيم البكري والد الطفلة حنين عفى عن قاتل ابنته حسين هرهرة قبل لحظات من إقامة حد القصاص في ساحة السجن المركزي بمديرية المنصورة شمال عدن، وجاء العفو بعد وساطات قبلية وشعبية متكررة لمحاولة إقناع والد الطفل بالعفو عن القاتل لوجه الله، إلا أنه تمسك بتنفيذ حكم الإعدام. وفي 22 يوليو الجاري أعلنت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن تحديد يوم الخميس 1 أغسطس موعدا لإعدام المدان حسين هرهرة قاتل الطفلة حنين البكري، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
وكان هرهرة قد أطلق النار على سيارة إبراهيم البكري في 27 يونيو 2023 عشية عيد الأضحى قبل الماضي، بعد خلاف معه في حادثة تصادم بسيطة بسيارتهما، وقضت ابنته حنين على الفور، وأصيبت شقيقتها راوية في جريمة هزت الرأي العام. وفي شأن المحلي أيضا، أصيب طفل جراء انفجار بقايا قذيفة حوثية في منطقة مريز شمالي محافظة الضالع، بعد ساعات من إصابة طفل برصاصة قناص لميليشيا الحوثي في نفس المديرية. مصدر محلي أكد أن الطفل علي محمد سعيد البالغ من العمر 15 عاما تعرض لإصابة جراء انفجار مقذوف حوثي في قرية أدمة، وتم إسعافه على الفور إلى المستشفى. وبحسب المصدر، فقد وصل الطفل إلى المستشفى وهو يعاني من إصابة عميقة في اليد وشظايا متفرقة في منطقة البطن. وكان قناص الميليشيا المتمركز في قرية العرفاف جنوبية مديرية دمب استهدف الطفل همدان منصر في أثناء تواجده بجانب منزله في قرية الجبهة شمالي منطقة مريس. من جانبه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على فردين وأربع شركات سهلت شراء الأسلحة للميليشيا الحوثية الإرهابية. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين في بيان إن العقوبات شملت كل من ماهر الكينعي وشركته واي تيك وأحمد الشهاري وشركاته الثلاث ومقراتها في اليمن والصين. وأوضح البيان أن شركة الشهاري المتحدة تحافظ على اتصال وثيق مع عملاء الحوثيين المقيمين في الصين واليمن، الذين استخدموا الشركة للمساعدة في تسهيل بعض أهم جهود المشتريات الخاصة بهم. وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيا الحوثي كتنظيم إرهابي عالمي محدد بشكل خاص بدءا من 16 فبراير 2024. استهجنت فروع الأحزاب السياسية بمحافظة تعز التكتم الشديد على خارطة الطريق التي يجري الحديث عنها، واعتبرتها مصادرة لحق اليمنيين في تقرير مصيرهم السياسي والسيادي. وفي بيان لها، حذرت أحزاب تعز من أي مفاوضات تكرس التقسيم للمؤسسات السيادية والوطنية، وشددت على أن المدخل الأساسي لأي تسوية يجب أن يشمل وقف أي تشريعات وإجراءات تكرس الطائفية والمذهبية، وخاصة في المناهج الدراسية. وأكدت الأحزاب استمرار دعم معركة التحرير واستعادة الدولة ومناهضة المشروع الحوثي بأبعاده العنصرية التي تستهدف الوجود السياسي والاجتماعي للدولة. وشددت على ضرورة التمسك بالمرجعيات الثلاث في كل الحوارات والمفاوضات، كما شددت على أهمية تركيز أي مفاوضات على إنهاء أسباب الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وترسيخ سلام دائم. أفاد مصدر حقوقي باختطاف ميليشيا الحوثية الإرهابية شابين، أحدهما في محافظة إب والآخر في محافظة تعز، بتهمة نشاطهما والانتماء لما يسمى حراك أحرار المناطق الوسطى. بحسب المصدر، فقد اختطفت الميليشيا الشاب عبد الخالق الصبري في محافظة إب والشاب صلاح نصر في تعز بتهمة انتمائهما للحراك. وحمل المصدر ميليشيا الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن حياة الشابين اللذين لا يعرف إلى الآن مكان احتجازهما. وحراك المناطق الوسطى مكون شبابي يترأسه صحفي المحرر من سجون ميليشيا الحوثي محمد القادري، ويهدف الحراك لمحاولة الضغط الشعبي لإعادة تصويب بوصلة المعركة نحو ميليشيا الحوثي. أفادت مصادر طبية أن قيادات في ميليشيا الحوثي تواصل إخفاء علاج مرضى السكر من مخازن مكتب الصحة والسكان بمحافظة إب في ظل شكاوى من المرضى نتيجة بيعه في الصيدليات الخاصة. بحسب المصدر، فإن علاج الأنسولين الخاص بمرضى السكر وأدوية أخرى غير موجودة في مخازن مكتب الصحة والسكان بمحافظة إب في الوقت الذي تزداد حاجة ومعاناة المرضى وسط إهمال الجهات المختصة لمطالب المرضى وذويهم. وأشارت المصادر إلى أن مكتب الصحة بمحافظة إب يتسلم كميات كبيرة مجانية مقدمة من المنظمات المانحة لتختفي بعد محاولة توزيع صورية، وبعدها يتم بيع الدواء في الصيدليات الخاصة ويوزع للمقربين
ومن لديهم معرفة ووساطة لدى الجهات المختصة. وعلى صعيد آخر، أعلن مجلس الحراك الثوري تأييده لمخرجات الاجتماع الاستثنائي لحلف قبائل حضرموت، والذي طالب الحكومة بشراكة حقيقية وفاعلة، مهددا بالسيطرة على الأرض والثورة أو الثروة. مجلس الحراك في بيان له بارك مخرجات اجتماع حلف قبائل حضرموت، مؤكدا على أهمية وضرورية أن يكون أبناء حضرموت لهم الأولوية بالاستفادة من ثروات محافظتهم لتحسين الأوضاع الخدمية المتردية والنهوض بأوضاع المحافظة على كافة المستويات. وحذر مجلس الحراك الثوري بحضرموت من الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها. وفي وقت سابق من أمس، أمهل حلف قبائل حضرموت الحكومة 48 ساعة لتنفيذ مطالبه التي ترتكز على ما سماها شراكة حقيقية فاعلة، مهددا بالسيطرة على موارد المحافظة النفطية. أعلنت السلطة المحلية في محافظة المهرة إتلاف كميات من الأدوية المهربة والمتنوعة. وذكر مركز إعلام المهرة إن إدارة جمرك ميناء شحن أتلف كمية من الأدوية المهربة والممنوعة عبارة عن 308,700 كبسولة، التي تم ضبطها مرمية في السياج الفاصل بين الحدود اليمنية والعمانية. وأوضح مدير جمرك شحن ثابت عوض بن مبارك أن هذه الكمية من الأدوية المهربة والممنوعة كانت مرمية في السياج الفاصل بين الحدود اليمنية والعمانية، مشيرا إلى أنه تم رفض رولات التغليف حفاظا على سلامة المجتمع. انتهت النشرة، وإليكم أبرز العناوين. تشيع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران. شهداء وجرحى ودمار في منازل المواطنين جراء قصف إسرائيلي مكثف على غزة في اليوم 300 من العدوان. إصابة طفل بانفجار قذيفة حوثية بعد ساعات من إصابة آخر برصاص قناص الميليشيا شمالي الضالع. والولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على 6 أفراد وشركات سهلت شراء أسلحة لميليشيا الحوثية. في الختام نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.